بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نتكلم على محاضرة الـ question answering. زي ما قلت من شوية صغيرين في المقدمة إن إحنا هنتكلم على الـ textual question answering، ومينلي هيركز نمرة 2 أهي زي ما أنتوا واخدين بالكم، وهي الكور بتاع المحاضرة. بيتكلم على reading comprehension، how to answer questions over a single passage of text، وبعد كده حاولوا يعملوا موضوع الـ generalization، موضوع الـ open domain. الـ open domain معناها إيه؟ يجاوب مش من سيجنال بس، من الويب كله، من ويكيبيديا كلها، حاب احط سؤال وعايز اجابه. طبعا ده بيجو بياند ان انا ايه اقرا باراجراف واعرف اجاوب عليه. ده المساله الثالثه اللي هيتكلم عليها، وهيقول فيها شويه افكار مش وحشه ظريفه يعني. طيب احنا هما ليه بيركزوا جامد جدا على reading comprehension problem في وسط question answering، رغم ان احنا قلنا ان في اشكال كتيره لل question answering؟ لان ده ديفولت فاينل بروجكت. لو هو حد ما عرفش يجيب فكره كويسه اللي منها كمشروع الكورس هناك، فكان الريدنج كومبريهنشن بروجكت بيطلب منه يعمل امبلمنتيشن فروم سكراتش لاحد السيستمز المشهوره اللي هو الباي داف والكلام ده. فخلينا نشوف الكلام الامور فيها تمشي ازاي. هيبدا في الاول خالص يعرفك على الوات از كويستشن انسرنج بروبلم، وبعد كده يبدا يحل المساله بتاعه الريدنج كومبريهنشن، وبعد كده يتكلم على البوسيبل دايركشنز في الاوبن دومين اكتشوال كويستشن انسر. خليني اسالكم سؤال، هل انتوا سلمتوا الاساينمنت الثالث ولا لسه؟ التالت هتناقشوه امتى ان شاء الله؟ بكره ان شاء الله. طب الاسايمنت الرابع نزل ولا لسه؟ الاسايمنت الرابع نزل ومن حوالي 5 ايام كده، وهيتسلم امتى ان شاء الله؟ قال من اول ما تنزله باسبوعين يعني، ممكن بعد 9 ايام ولا حاجه. هل هو عامل حسابه ان في اجازه عيد ولا مش عامل حسابه؟ طب انا هو تقريبا هو اصلا اسايمنت 4 جروبس مش individual بقى. بس انا هرجع له اشوف هو عامل حسابه على اجازه العيد ولا، لان هو مش واضحه كده اصلا. اجازه العيد دي سبوز المفروض الواحد يعني at some point of time ياخد شويه تريست يعني، بس خليني هرجع له اشوف هو قصده ايه يعني. انا اظن ان هو قصده 15 14 يوم من غير ايام الاجازه الرسميه اللي هي من السبت للخميس. I think، بس انا مش متاكد، هشوف هو قصده ايه. بس انتوا هتسلموا الاسايمنت الثالث امتى؟ ولا سلمتوا بكره؟ هنناقش بكره، هنناقش ان شاء الله. بكره سلمنا خلاص. كويس. خلينا نتكلم على what is question answering. question answering يعني بيجي لك question وعايز تطلع answer، فبيقول لك المساله دي من زمان الناس شغاله عليها من سنه الستينات. ال earliest question answering system dated back to 60s by Simmons اللي هو 1964. questions what do worms eat. فبيشوف ايه السؤال ده، يقعد بقى يبارسه ويشوف بالظبط ايه الديبندنسز اللي فيه ويعرف يجاوب الكلام ده يجاوب ازاي. يعني المشكله محلوله من زمان؟ لا مش محلوله من زمان، هي مساله موجوده من زمان، لكن الحلول الموجوده ما هياش افضل حاجه لكل الايه المسائل بتاعت question answering. حتى المسائل اللي احنا هنتكلم عليها النهارده اللي هي بتاعت الريدنج كومبريهنشن، مش معنى ان هم جابوا ستيت اوف ذا ارت ريزلتس مثلا احسن من هيومن بيرفورمانس ان خلاص المساله اتحلت. هنشوف بعض التشالنجز الموجوده فيها برضو كمان شويه. طب نتكلم على بعض الحاجات المهمه جدا لما نيجي نتكلم على مساله كويستشن انسرنج. ف انت بتجيب الكويستشن بتاعك اللي انت بتساله ده معتمد على ايه السورسز اللي هتلاقي فيها الاجابه؟ ايه السورسز اللي هتلاقي فيها الاجابه؟ هل بتدي له باراجراف وتقول له هات الاجابه؟ زي ما كده بتديه تكست باسج، ولا بتقول له عندك الويب كله او عندك ويكيبيديا كلها؟ هل عندك نولج بيز بيدور على الاجابه فيها؟ هل بيجيب الاجابه من تيبلز؟ هل هي فيجوال كويستشن انسرنج فبيجيب الاجابه من وسط الصوره؟ يبقى دلوقتي السورس اللي انت هتستعمله عشان تبيلد السيستم بتاعك تو فايند الانسر ده بيفرق معاك في كل واحده من دول. على فكره مش هتكون شبه الثانيه غير في بعض الاجزاء، لكن هي اجابات السيستم نفسه مختلف. لو اتكلمنا على فيجوال كويستشن انسرنج يبقى انا محتاج افهم الايمج نفسها، اطلع منها فيتشرز وافهم الكويستشن، اطلع منه فيتشرز واحاول اشوف الكويستشن اجابتك بتكون موجوده فين في الصوره، واعرف ارد بتكست في الاخر. فده مختلف خالص غير لو بتدي له شويه تكست سواء دوكيمنتس من الويب او تكست وتقول له هات لي الاجابه، وده مختلف خالص لو عندك نولج بيز بيكون فيها الدنيا اورجنايزد بشكل مختلف شويه. طيب برضو انواع الاسئله بتختلف عن بعضها. في اسئله فاكتويد. فاكتويد اللي هي الاسئله اللي اجاباتها مباشره، زي مثلا ايه هو از ذا بريزيدنت اوف ايجيبت. كويس، يبقى ده اجابته واضحه جدا. او انت تيجي تقول له
و في هو اللي هما بال W questions هو ايه كمان where Obama learned his undergraduate studies مثلا او تخرج من اي جامعه. فاللي هي دي اسمها factoid questions. وفي حاجات تانية اسمها non factoid questions. non factoid questions دي اللي فيها بيكون opinion او بيكون فيها complex questions ايه اجاباتها عباره عن خطوات زي الهاو تو كويستشنز. عندك حاجه اسمها اوبن دومين فيرسز كلوزد دومين. اوبن دومين ده اللي هو مين ده زي ما بقول لك كده انت بتسال سؤال وخلاص والدنيا مفتوحه عايز تجيب اجابه وخلاص. الكلوزد دومين انا بسال سؤال في مجال مخصوص سواء بقى كان على مستوى الباراجراف او على مستوى الدومين نفسه مثلا سؤال في الطب مثلا. وفي برضو الاسئله هل هي اجابه بتبقى كلمه ولا الاجابه ممكن تكون composed من كذا step مثلا. ونفس الكلام برضو الـ answer type الـ I'm sorry لما بقول الـ question simple versus compositional الـ question نفسه هو اللي compositional اللي هو اللي متقسم مش الإجابة يعني. بس الـ factoid والـ non factoid دي أسئلة معتمدة على الإجابة. برضو الـ answer type اللي أنت بتتكلم عليها a short segment of text. هل أنت بتجاوب بإجابة مقتضبة ولا بتجاوب بباراجراف ولا بترجع لي لستة زي جوجل ما بيعمل ولا بتجاوب بإجابة بيس ونو. كل الحاجات دي بتغير في شكل إيه السيستم. lots of practical applications. دلوقتي حاليا السيرش بار بتاع جوجل لما تحط فيه كويشن في العادة بيرجع لك بوكس فيه الإجابة اللي أنت نفسك تشوفها. فبيقول لك وير إز ذا ديبست ليك إن ذا وورلد. فالمفروض الإجابة تكون سيبيريا. وعرف هو منين إن سيبيريا هي الإجابة؟ لأنه لقى ليك بايكال in Siberia holds the distinction of being both the deepest lake in the world and the largest fresh water lake. فهو دلوقتي لما عمل search for some reason على ال deepest lake in the world طلعت له مين الجملة دي بالظبط exactly deepest lake in the world طلعت له هي نفس الجملة. هو فضل عمل information extraction طلع منها إن إيه إن البحيرة دي اللي موجودة في سيبيريا يبقى الإجابة بتاعت السؤال المفروض تطلع إيه سيبيريا. وكمان ادالك شوية صور بتوري لك فين سيبيريا دي كمان. ده كده سهل عليك جدا الإجابة بتاعتك. على فكرة الكلام ده جديد. زمان لما كنت بتكتب وير زمان يعني لما كنت بسيرش يعني زمان من 10 سنين نقول وير از ذا ديبست ليك ان ذا وورلد ما كانش هيطلع لك الإجابة بالصور بالكلام ده ولكن هيطلع لك 10 دوكيمنتس كده وتلاقي وسط واحدة فيهم كلمة ليك وديبست مش عارف ايه وتلاقي كلمة سيبيريا. فانت ايه بتعرف الإجابة بنفسك مش هو بيطلعها لك. لكن دلوقتي زي ما احنا شايفين هو بيطلع لك الإجابة بالشكل المقنع بالنسبة لك. ممكن أسئلة تكون more complex how like how question how question زي ما تبقى صعبة شوية. how can I protect myself from COVID. فبيقول لك ادي إجابة short هي اللي فوق والspread ده إجابة long. by the way الإجابة دي حسب المحاضرة دي عبارة عن summary من الصفحة بتاعت cdc.gov. فالمقصود ايه ان الليفل بتاع الكويشن انسرنج على السيرش انجنز المشهوره زي جوجل والحاجات دي وصل لمرحله ان هو فعلا بيحاول على قد ما يقدر يوصل اللي جوه دماغك ويجاوب عليه. دي حاجه يعني انترستنج جدا يعني ان هو يشو ستيبس يشو ديتيلد انسر يشو شورت انسر يشو انسرز مع ايفيدنس. يعني المهم ان بيحاول يخلي دنيه اللي بيسال ايه احسن. لو هو فعلا عرف يجاوب الاسئله دي كويس يبقى ده بصراحه ادفانسز كبيره جدا. بيقول لك برضو الديجيتال اسيستنتس المشهورين اللي هم عندنا صورهم في ناحيه اليمين دول بيستعملوه في الهوم يعني في البيوت ان هو يساعد والكلام ده. يعني يا ترى ايه اكتر اسئله بتتسال ايه اكتر حاجه قصدي بالسمارت سبيكر يوز كيس فريكوانسي listening to streaming music service ask a question check the weather set a timer set an alarm listen to radio listen to news sports use the favorite alexa skill or google action play game or answer trivia. الانتراكشن بيكون مع الحاجات دي حوالي 29% من الوقت او 30% من الوقت بيكون ان هو بتسال سؤال. فده معناه ايه؟ معناه ان it is very practical ان انا اعمل سيستم بيجاوب الاسئله. ان دي حاجه مهمه جدا لقطاع عريض جدا من الناس. برضه الساك بتاعت اي بي ام واتسون بيتس الجيوباردي تشامبيونز اللي هم دي اسئله وبيحاولوا يجاوبوا عليها. فواتسون ديفيتد التو جيوباردي جريتست تشامبيونز 2011 لو خدتوا بالكم السكور يعني الارقام اللي هو جايبها ارقام جباره يعني 77
1147 وهناك 21 وهناك 24 ألف. طيب السلايد دي بتبين لك قد ايه ان المساله ما كانتش ستريت فورورد، ان هو يعمل الاي بي ام واتسون يحل المساله ويجاوب عليها. البايب لاين بيبدا في كويشن بروسيسنج، تعرف اذا كان ايه الفوكس ديتكشن، الليكسيكال انسر تايب ديتكشن، كويشن كلاسيفيكيشن، بارزنج، انتيتي ريكوجنيشن، ريليشن اكستراكشن، كوريفرنس، كل دي بري بروسيسنج. وبعد كده يطلع كانديد انسر جنريشن فروم تكست ريسورسز فروم ستراكشر داتا. بعد كده يطلع الكانديدتس دول ويرانكوهم، كانديد انسر سكورينج، يقعد يعمل لهم رانكينج، ايفيدنس ريتريفال اند سكورينج. بعد كده ميرج ويرانك تاني. بعد كده يطلع الانسر ويز كونفيدنس. طيب ده الكلام ده كان سنه 2011 زي ما قلت لك، لما اي بي ام واتسون كسب الجيباردي تشامبيونز. الكويشن انسرنج في الديب ليرنينج اريا بقى او ايرا بدا، لا خلاص المساله دي زي ما الديب ليرنينج حل مسائل كتير في الدنيا، في اللانجوج مودلز وفي الترانسليشن والحاجات دي كلها، لقينا فعلا ان ايه هتكون حاجه ظريفه جدا لو دخلنا الديب ليرنينج على مسائل الكويشن انسرنج، وعملت ادفانسز كبيره جدا زي ما هنشوف مسائل ريدنج كومبريهنشن، المودلز بتاعه البيرت والحاجات دي عملت بيتنج للهيومن بيرفورمانس بطريقه كبيره يعني في وقت بسيط. من غير الديب ليرنينج مودلز كانوا بيحاولوا يقربوا من هيومن بيرفورمانس، بس ما كانواش يعني كانوا ستيل بعيد عنه. بس وانس ان هم حطوا بقى حاجات فيها ديب ليرنينج، خد بالك برضو ان هو المحاولات الديب ليرنينج الاوليه اللي هي قبل البيرت كانت بتفتقد للايه للنولج اللي بره المساله، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت على موضوع البري تريننج. فلما حطينا بيرت في الشغلانه بقت الدنيا ايه اقوى بكتير، وده هيبان برضو فرق كبير جدا في الريزلتس قبل بيرت وبعد بيرت. طبعا بيرت وما اتى بعده، يعني مش بنتكلم على بيرت ان هو ما فيش غيره، بس هو بيرت ده بيسموه سيمينال وورك لما تيجي تتكلم على بيرت. فانا بتكلم على بيرت وقصدي بيها بيرت واللي لاحق، يعني لان ده سيمينال وورك، حاجه غيرت مجرى ايه الديب ليرنينج في الناتشرال لانجويج بروسيسنج بشكل كبير، يعني ان هو نجاحه على كذا تاسك، واحده منهم كانت كويشن انسرنج. الحاجه اللي برضو مهمه ناخد بالنا كمان شويه منها، ان الكويشن انسرنج بقت بارت اساسي في البنش ماركينج بتاع اي لانجويج موديل موجود، لان اللانجويج موديل بيكون شايف دوكيمنتس اكتر بكتير من التريننج ديتا اللي موجوده عندك في المساله اللي انت بتحلها. فلو انت الموديل بتاعك شايف كويس وعارف الريليشنز كويس، هيعرف يجاوب كويس، هيعرف يفاين تيون الموديل بتاع اللانجوج موديل ده على التاسك اللي عنده فيجيب نتائج كويس. اللي احنا شايفينه ده هنا السلايد دي هنشوفها تاني في اخر المحاضره، برده كانت بتتكلم على المساله بتاعت اللي هي الاوبن دومين كويستشنز، ان هو بيروح يعمل بقى بيرت ريبريزنتيشن لكل الكويستشن بتاعه وللبوسيبل كانديديت انسرز، وبعد كده يتوبر الرانك بتاعتهم، بعد كده يطلع فين الستارت وفين الاند بتاعه. تمام. Beyond the textual question answering problems اللي احنا مش هنتكلم عليها، في حاجة اسمها question knowledge based question answering، ودي بتعتمد على ان هو مثلا بيكون عنده حاجة زي free base ده فيها 100 million entities وعنده 1 billion edges اللي هي يسموها assertions. مثلا ميشيل اوباما دي كانت female وكانت places lived even to 21 شيكاغو مش عارف whatever. فالفري بيز بتدي لك شكل الجراف اللي انت شايفه قدامك دوت، والكويشن انسر هنا معتمد على انه هيجاوب من النولج بيز، فده اسمه نولج بيز كيو كيو اي. فويتش ستيتس كابيتالز ار اولسو زير لارجست سيتيز باي اريا، هيعمل حاجه اسمها سيمانتيك بارزنج، يطلع التايب ان هو بيدور على يو اس ستيت، والكابيتال هي الارج ماكس من التايب سيتي. هيحول الكلام ده لايه للكويري بالشكل ده، بعد كده اكزكيوت يطلع ان اريزونا وهاواي وايداهو و انديانا وايوا واوكلاهوما ويوتا كلها بتحقق البروبرتي دي. برضو عندنا موضوع الفيجوال كويشن انسرنج اللي هي مش بس انت بتجاوب بيزد على نولج بيز زي دي او على باراجراف، لا انت بتجاوب على بيزد على الصوره. فمثلا صوره البيتزا دي يقول لك اللي جواها ده فيجيتيريان ولا مش فيجيتيريان، لو لقيت فيها اي حاجه فيها لحمه يبقى مش فيجيتيريان. طيب يسألك مثلا الشنب بتاع البنت دي معمول من ايه، فتقوم انت قايل ده الشنب ده ميد فروم بانانز، حاجات شبه كده. المسألة بقى اللي احنا هنركز عليها وهي اللي تهمنا قوي زي ما اقول اللي هي فوكس عليها في موضوع المحاضرة، هو بس بيبين لك ان الكويشن انسرنج اكبر بكتير من موضوع التكست، ولكن احنا هننسى الكلام ده ونركز على التكست. اوكي، لو انت انترستد في الفيجوال كويشن انسرنج يبقى انت محتاج تراجع حاجات
جزء منه موضوع الفيتشر اكستراكشن في الكمبيوتر فيجنز، وتعرف تعرف ايه الانكودرز المشهوره وايه الديكودرز المشهوره اللي هناك، علشان هتساعدك تعمل بيها ايه، تربط الكويشن انسرنج اللي هو تكستشوال، لان الكويشن نفسه تكست والانسر تكست، بس السورس بتاعك ممكن يكون جاي من صوره او اكتر. فالمسألة اللي احنا هنتكلم عليها مسألة reading comprehension، اللي هو comprehend a passage of text and answer questions about its content. مثلا بيقول لك P و Q المفروض انك تجاوب منها الايه، مين ال P؟ ال P دي الباسج، ومين ال Q؟ ال Q ده هو الكويستشن، ومين ال A؟ ال A هي الانسر. فيجي لك مثلا دوكيمنت المنظر ده يقول لك تسلا، تسلا was the fourth of five children. عارفين تسلا؟ عارفين ولا لا؟ شركه عربيه بتاعت ايلون ماسك. لا مش الشركه، الراجل اللي عمل الاي سي الطيار المتردد. ايوه الراجل بتاع الاي سي، برافو عليك، ممتاز كريم. حد تاني قال غير كريم؟ عشان عايز ادي بونص لكريم. لا هو تسلا ده شخصيه رهيبه اصلا، يعني عمل صراحه نهضه كبيره جدا. مين اللي كان منافس له كان مش طايقه؟ اديسون. اديسون بيروح يموت الافيال عشان يقول له، عشان الطيار المتردد ده وحش كخه، شايف ازاي بيموت افيال. انت ما شاء الله مذاكر كويس. لا اصل تسلا هو اتعرض لضغوطات كبيره جدا، لان كان اديسون هو كان اشهر واحد في وقته، واديسون ما كانش يعني كانش بيحب تسلا. اديسون كان رجل اعمال عايز يجيب فلوس، دي ابسط حاجه ممكن تتقال يعني، لكن هو طبعا كان عنده اغراض كتيره جدا. فتسلا بقى الحركه اللي هو عملها بقى اختراع التيار المستمر، اللي هو الاي سي. لا تسلا التيار المتردد، متردد سوري، الاي سي، والتاني كان الدي سي. اديسون كان شغال بالدي سي وكان شايف ان تسلا بيضحك على الناس، والعكس هو اللي كان بيضحك على الناس. اديسون ان هو تسلا اللي كسب في الاخر بس بعد ما مات يعني. ف تسلا attending the lower or primary school in مش عارف كذا where he studied German arithmetic and whatever. هو عمل هايلايت للكلمه اللي فيها اجابه السؤال، بس هو بيقول لك ايه، انت لو قريت الباراجراف ده وجيت سالتك السؤال ده what language did تسلا study while in school، فالمفروض ان انت تقول German، لان هو German و arithmetic و religion الوحيده اللي كانت منهم language هي كانت German، فالمفروض انت تقول German، دي الاجابه لو انت عرفت تطلع. بس خد بالك من حاجه مهمه، الاجابه هنا از يعني موجوده حرفيا، ليترالي موجوده جوه الباراجراف ده. كويس، لو لا ان الكلمه دي يعني الاجابه ممكن انت تعرفها من 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 صياغه الباراجراف ولكن مش من كلمات الباراجراف، الالجوريزم ده هيفيل المساله دي، مش هتطلع الاجابه الصحيحه. الحته دي غلسه شويه يعني، انت دلوقتي لك ممكن الاجابه تكون جوه الباراجراف بالمعنى، بس هو لا، هو عايز الاجابه جوه الباراجراف بالحرف. دي المساله بتاعت الريدنج كومبرهنشن اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. اوكي، سؤال تاني زي ده برضو، باراجراف تاني خالص، خليني اقول لك other linguistic minorities in the states where الاردو 10% و.83، التلوجو لانجوج مش عارف كذا، التاميل لانجوج كذا، المراثي لانجوج كذا، والهندي 3.3، والاخر واحده اللي هي مالايالام 21%. In 2007, the state had a birth. Which linguistic minority is larger, Hindi or Malayalam? فبقول لك الهندي. طب برضه خد بالك ان الهندي دي موجوده ليترالي كده، ان هي ايه جوه التكست. طب هو عرف منين ان الهندي اكتر من الملايالم ده؟ لقاها ازاي؟ ان هنا 3.3 وانا 1.27. خد بالك ان في اندرستاندنج هنا اكتر من اللي فاتت، رغم ان الاثنين فيهم ستيل ها اندرستاندنج معقول يعني، مش يعني محتاج تعرف ان يعني دي ثلاث لغات، ثلاث حاجات، وعرف ان دي منهم لانجوج كويس، ان هو ستاديد الجيرمن والارثماتيك والريليجن، ولقى ان جيرمن هي الوحيده اللانجوج فيهم، فهي دي الاجابه الصحيحه. وهنا جاب الحاجتين دول، وجاب 3.3 وجاب ال 27%، وعرف ان دي هي ايه الاكبر. السؤال بقى التريكي اللي ممكن كان يكون خادع شويه، لو قال لك which linguistic minority is smaller، طب ما هي نفس الطريقه هيرتبهم. بس خد بالك هو جايبهم هنا من الاوردر من الكبير للصغير، فانت ممكن الاوردر ده يكون بيغير اجابه السؤال يعني. انت المقصود يعني الخلاصه ان هو محتاج يفهم مش بس الكلمات، يفهم الريليشن بتوين الانتيتيز الموجوده
في الباراجراف ده كويس عشان لو اتسأل على سؤال في كومباريزون يعرف يجاوب الإجابة الصحيحة. تمام، بيقول لك why do we care about this problem اللي هي ال question answering reading comprehension problem. بيقول لك إنها useful for many practical applications. Applications. تاني حاجة إن reading comprehension is important test bed، ده اللي هما كانوا بيقولوه زمان، أو for evaluating how well computer systems understand the human language. Since questions can be revised to query any aspect of text comprehension, the ability to answer question is the strongest possible demonstration of understanding. يبقى لو الموديل بتاعك ده بيفهم اللانجوج كويس هيعرف يجاوب على الأسئلة. طب هيفهم أنهي لانجوج؟ اللانجوج بتاعت الباراجراف اللي هو بيقراه، اللي هو بيكومبرهند منه من الإجابة يعني. Many other NLP tasks can be reduced to a reading comprehension problem. في relation between بعض البروبلمز ان انا ممكن احولها لايه؟ انها تتحل بمسألة question answering by reading comprehension. زي مسألة مثلا information extraction، باراك اوباما educated at وحطيت لك علامة استفهام، فالمفروض تقوله ان هو اتعلم فين يعني. فبيقول لك question where did باراك اوباما graduate from. الباسج اوباما was born in Honolulu, Hawaii. After graduating from Columbia University in 1983, he worked as a community organizer in Chicago. فهو educated فين يا ترى بعد ما الكلام انت شفته ده؟ فالموضحة جدا ان هو موضوع Columbia University، دي الحاجة الوحيدة اللي المكان يتقال عليه education هنا يعني. ونقول ده محل البيرث يعني، البيرث place. طيب، فالفكرة بقى ان السؤال بتاع اللي هو information extraction، هو اسأل على شخص ما واسأل على relation ما واعرف اجابة السؤال دي، ممكن نجيبها منين؟ نجيبها من ال ك question answering من reading comprehension problem. مسألة تانية، مسألة semantic role labeling. احنا ممكن اول مرة نسمع عن كلمة semantic role labeling هنا في المسألة. ولك UCD finished the 2006 championship as Dublin champions by beating St. Vincent at the in the final. ففinished finished ده ال verb ده نقدر نطلع عليه شوية أسئلة. Who finished something؟ يبقى UCD. What did someone finish the championship? What did someone finish something as Dublin champions? How did someone finish something by beating St. Vincent in the final? المهم يعني ايه ان given the verb ده وبطلع الرولز اللي حصلت المرتبطة بالكلام السياق الموجود عندك. يبقى اقدر اطلع واحد اتنين تلاتة اربعة اسئلة متعلقين بالverb بتاع finished من الجملة دي. فيبقى انا كده حليت مساله سيمانتيك رول ليبلنج عن طريق ان انا حولت المساله لايه؟ لكويستشن انسر. يبقى مطلوب منك تعرف الاسئله المرتبطه بالفيرب بتاع فينش، ده نفس الكلام تحت بتاع بيتنج. الاشهر داتا سيت واكبر كومبيتيشنز كانت شغاله في من 2016 يمكن لحد 2020 21، ما اعرفش ليدر بورد بتاعها شغاله ولا لا لحد دلوقتي، ولكن سكواد داتا سيت اللي هي ستانفورد كويستشن انسرنج داتا سيت عملوا 100,000 annotated passage question answer triples. يعني عمل ايه؟ جاب دلوقتي passage من ويكيبيديا وألف عليها questions وجاب الانسرز بتاعتها، يبقى عنده دلوقتي triples. triples دول عددهم كان عندهم 100,000. large scale supervised data set are also a key ingredient for training effective neural models for reading comprehension. يقول لك ان الداتا سيتس اللي كانت اقل من 100 كي القديمه ما كانتش احسن حاجه ان الموديل يتعلم منها يحل مسألة reading comprehension. لما وصلوا المئة ألف وبعد كده جاء ناس كتير عملوا زيهم 100,000 أو أرقام متشابهة، كان فعلا ده بيجيب النتائج الكويس. ده مثال ناحية اليمين دلوقتي. are selected from English Wikipedia using usually الباراجرافات دي بتكون 100-150 كلمة زي اللي انت شايفه ده، ادي باراجراف اهو. والquestions are crowd sourced، الناس بتحط أسئلة، الناس بتشوف الباراجراف ده ويقول له هات لي سؤال يكون إجابته موجودة حرفيا جوه الباراجراف. ده طريقه اللم الداتا، فده اسمه كراود سورسد، ان هو الناس بدات تالف الاسئله والاسئله دي معاها الاجابات بتاعتها. each answer is a short segment of text or span in the passage. ممكن تبقى كلمه او كلمه او ثلاث كلمات بس، هو انا بيشيل الاي بقت كلمتين. بيقول لك this limitation ليه؟ لان not all questions can be answered this way. ولكن ده الكونفيجريشن اللي اتعمل بيه الداتا سيت واتلمت بيها، وهي still the most popular reading comprehension data set. It is almost solved today عشان عدوا الهيومن بيرفورمانس اللي ساعة ما الداتا سيت ده اتعمل كان احسن بكتير من الكمبيوتر بيرفورمانس او الناتشنال لانجويج بروسيسنج مودلز يعني. لكن دلوقتي العكس، العكس دلوقتي. طيب بيفاليويت ازاي؟ عنده في ميجر اسمها اكزاكت ماتش 0-1 واف 1 ده اللي هو البارشال كريدت. 0-1 معناها ايه؟ معناها ان انت كل سؤال له اجابه، والاجابه دي لو انت جبتها بالظبط بتاخد سكور كامل،
ولو انت جبت جزء من الاجابه دي بتاخد سكور صفر، ده اسمه الاكزاكت ماتش. طب لو خدت جبت جزء من الاجابه، لو هو سبان وانا جبت كلمتين من خمس كلمات، ده بيسموه سكور اوفر لاب، بيحسب الاف 1. احنا عارفين ان هو انترسكشن اوفر، لا ده الجاكر، ده هو انترسكشن اوفر. المهم اف 1 حسب الايكويشن بتاعه فور ديفلوبمنت اند تيستينج سيتس. عندك بقى لكل سؤال خلوا الوركرز بتوعهم يجيبوا لكل سؤال كل واحد يجاوب اجابه مختلفه. لا هم ممكن يبقوا مش مختلفين، ممكن الثلاثه يقولوا نفس الاجابه، يقولوا جابتين شبه بعض زي ليفت جراز وليفت جراز وليفت جراز اند سيرفد اول ريليشنز ويز هيز فاميلي. يعني ممكن يطلع لك ثلاث انسرز. وبعدين بيعمل ايه؟ يقوم قايل وي كومبير ذا بريدكتد انسر تو ايتش جولد انسر، واحده من الثلاثه دول. ويشيل البنكتويشن ماركس والكلام ده. اند تيك ذا ماكس سكور. فاينلي وي تيك ذا افريج اوف اول اكزامبلز فور اكزاكت ماتش اند اف 1. خلينا نبص على المثال ده عشان يبان موضوع الايفالويشن متريك بتاعته بتعمل ازاي. وات دي تسلا دو ان ديسمبر 18 78؟ ليفت جراز ليفت جراز ليفت جراز اند سيرفد اول ريليشن تو هيز فاميلي. دول عشان ثلاثه جولد انسر. طب الالجوريزم بتاعك عمل ايه؟ اما رجع ليفت جراز اند سيرفد، فهو ده لما تيجي تقارنه باي واحده من دول الماكس بتاع الاكزاكت ماتش صفر وصفر وصفر يطلع صفر. طب لما تيجي تقارن ده مع ليفت جراز هيطلع 2 على 3 الاوفرلاب. طب ما تقارنه مع ده هيطلع 2 على 3 اوفرلاب. لما تقارنه ده مع الاخير هيطلع 61%. هو مش الاوفرلاب بالظبط، حاجه شبهه يعني اللي هو الاف 4 يطلع 67%. فده طريقه الايفالويشن بتاعه الايه الكويشن انسر. في اذر داتا سيتس بقى كتير جدا 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 جم بعدها زي تريفيا كيو اي اللي هي questions and answers by trivia مش عارف ايه independently collected web paragraphs that contain the answer and seems to discuss question but no human verifications the paragraph supports the question to the answer answer to the question قصدي. في natural questions questions drawn from frequently asked google search questions answers from wikipedia paragraphs answer can be substring yes or no or not present. not present دي حته مهمه ان هو ممكن الاجابه ما تكونش موجوده جوه الباراجراف ودي verified by human annotations. في hot pot QA constructed questions to be answered from the whole Wikipedia which involved getting information from two pages to answer multiple multi-step query which novel by author of Armada will be adapted as a feature film by Steven شافي. فهتطلع حاجة اسمها Ready Player One. المهم يعني ان الداتا سيتس بقت مبقاش بس عندنا ايه الستانفورد داتا سيت اللي هي سكواد، ولكن في حاجات تانية جت بعدها. السؤال بقى بتاعتك اللي هو هنتكلم عليه واللي مهم بالنسبه لنا واللي هو الفوكس بتاع المحاضره هو النيورال مودلز فور ريدنج كومبريهنشنز. ازاي يعمل نيورال موديل يحل مساله الريدنج كومبريهنشن؟ وي ار يوزنج جوينج تو ذا باسج والباراجراف والكونتكست عشان نقول ده المكان اللي بنجاوب منه، والكويشن والكويري عشان نقول الحاجه اللي احنا بنسالها. يعني ممكن نقول كويري، ممكن نقول كويشن، ممكن نقول دول زي بعض بالنسبه لنا، وممكن نقول باسج او باراجراف او كونتكست دول زي بعض بالنسبه لنا. البروبلم فورميليشن بتبدا ازاي؟ ايه هو الانبوتس اللي عندك؟ عندي الكونتكست وعندي الكويري، او عندي الكونتكست وعندي كويشن. فالكونتكست بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن باراجراف. الطبيعي بتاعه ان الان بتاعته اللي هي فيها عدد التوكنز دي تكون ما بين 100 و150 زي ما احنا قلنا من شويه صغيرين في سكواد، والكويشن بيكون كلماته اقل من 10 15 كلمه. طيب المهم دلوقتي بالنسبه لنا ايه؟ ان التوكنز بتاعتنا بتاعت الكونتكست والتوكنز بتاعت الكويشنز كلهم لازم يكونوا موجودين في سيرتن فوكابلري. فالفوكابلري بتاعتك اللي اسمها في بيكون كل السي ايز وكل الكيو ايز موجودين جواها. والاوتبوت بتقول له انا لقيت اجابه السؤال بتاعي فين. فالستارت لازم يكون اكبر من او يساوي واحد، واقل من او يساوي الاند، والاند اقل من او يساوي الان، الان اللي هو طول الباراجراف. طيب اللي حصل ايه؟ ان ظهر حاجات كتيره قوي، اتنتيف ريدر ستانفورد اتنتيف ريدر ماتش اس تي ام باي ديف، ده هيتكلم عليه بالتفصيل. دايناميك كواتنشن نتورك دي ار كيو اي ار نت راسيو نت او ريزو نت، كل الحاجات دي بين 16 و18 كانت مينلي ديبندنج على ال اس تي ام بيزد مودلز ويز اتنشن. والاتنشن هو هنشوف ليه كمان شويه ان الاتنشن هو الكور كومبوننت. طب لما ظهر بقى بيرت في سنه اخر 2017 وبدا 2018 الناس تستعمله، فاين تيونينج بيرت مودلز فور ريدنج كومبرنشن 2019 بلس، الدنيا كلها المساله دي ما بتحلهاش تقريبا غير بيرت وما بعدها. خلينا بس نفرق ما بين حاجتين. لو انت بصيت على البيبر اللي هي بتاعت الباي ديف بتاعت 2017 الباي اس تي ام دي كان شكلها عامل كده، شكلها عامل كده، ودي هيشرحها بالتفصيل حته حته. وبالنسبه لبيرت لا، الموضوع بقى سهل جدا ان هو دلوقتي ايه بيعمل سنتنس واحده طويله جدا
فيها الكويستشن والانسر، وبيحط ام سوري الكويستشن والباسج، وفي بينهم سيباريتور، وهنا في كلاسيفيكيشن توكن زي ما احنا عارفين ده القديم بتاع البيرت، ويدخل الكلام ده على البيرت انكودر، ويبقى عنده اثنين كلاسيفايرز، كلاسيفاير يطلع له فين الستارت وكلاسيفاير يطلع له فين الاند. طبعا هنا ده تفاصيل كتيره مش موجوده في الرسمه، ولكن هي ببساطه انا باخد بيرت وابص على اللي طالع منه اعمل بيه ايه فاين تيون، يعني هو بيفاين تيون الحته بتاعت الكلاسيفيكيشن بس كويس. لكن هنا بقى لا، ده هو كان بيبدا من الاول خالص يتعلم ايه الانكودنج المناسب للمساله دي، فكان بيستعمل حاجه اسمها وورد امبيدنج زي جلوب، وكان بيستعمل حاجه اسمها كاركتر سي ان ان علشان ينكود الكاركترز امبيدنج والوورد امبيدنج، وبعد كده يطلع منهم الريبريزنتيشن عن طريق حاجه اسمها الفريز امبيدنج لاير، اللي هي عن طريق سيرتن باي ال اس تي ام هنا في النص لاير. وبعد كده بقى بعد ما وصل للريبريزنتيشن ده كده الانكودد ريبريزنتيشن بتاعه، بتاع مين؟ بتاع الكويري مع الكونتكست، اللي عنده انكودد ريبريزنتيشن للكويري وانكودد ريبريزنتيشن للكونتكست، يبدا يعمل موضوع الاتنشن زي ما هنشوف كمان شويه صغير خلاص. وبعد كده يعمل ايه؟ يعمل كلاسيفاير للستارت وكلاسيفاير للاند. طب فاللايرز اللي بيستكها ورا بعضها دي بتعمل ايه فايدتها؟ هيبان دلوقتي كمان شويه صغير كمان اللي حصل بعد كده لما دخلنا البيرت. الترانسفورمرز جوه السيلف اتنشن بتعمل كل حاجه بالنسبه لك على ان ده سيكونس واحد، بيحطهم كانهم يكون كاتبين على سيكونس واحد، وفاين تيون بس البارامترز بتاعه الكلاسيفايرز اللي عندك. طيب هو علشان يشرح لك الباي داف اللي هو باي دايركشن اتنشن فلو، بيفكرك بالاتنشن، والاتنشن انت فاكره كويس جدا جدا من فين؟ من السيكونس تو سيكونس موديل اللي احنا شرحناه لما كنا بنحاول نترانسليت جمله ينام ما انترتي ما اعرفش اقولها ازاي، هي هيت مي وذ ذا باي، فاكرين الترانسليشن بتاعتها. فاكتشفنا ان هنلاقي كلمه هي المفروض ان هي تكون ريليتد بدرجه كبيره لكلمه ايل والكلام ده، فيعرف مين. ولو كلمه وذ هتلاقيها انترتي دي اكتر حاجه وحاطه لها ويت والكلام ده. عرف الكلام ده ازاي؟ ان هو كان بيتعلم يعمل حاجه اسمها الاتنشن، ان يقول انا ما باخدش اللاست ستيت هي اللي بعمل بيها ديكودنج وخلاص، لا ده انا كل ما اجي اعمل ديكودنج لكل كلمه من الكلمات اللي هتطلع لي في الاوتبوت هكون شايف كل الكلمات اللي هناك، باصص عليهم كانهم ميموري كل الفيكتورز دول شايفهم، بس بشوف منهم الحاجات اللي انا عايزها، بس بشوف مثلا الكلمه دي بويت قد كذا ودي بويت قد كذا ودي اسيبها ودي ما اخدهاش وهكذا. ده الكلام القديم. الحاجه اللي مختلفه شويه ودي حاجه مهمه جدا تبقى خد بالك منها، ان في كويستشن انسرنج في اختلاف كبير ما بين السيكونس تو سيكونس، ان انا ما عنديش سورس وتارجت سنتنسز. انا دلوقتي عندي باسج وعندي كلاسيفيكيشن لاير بتقول لي فين بدايه الانسر وفين نهايه الانسر. فايه المعنى الكلام ده؟ معناه ان انا اصلا مش مطلوب مني ان انا اعمل جنريشن، كل اللي مطلوب مني ان انا اكود ريليشن كويس، ده اللي مطلوب مننا، مش مطلوب مننا حاجه ثانيه. وي نيد تو موديل ويتش ووردز ان باسج ار موست ريليفنت تو ذا كويستشن اند ويتش كويستشنز وورد باي ذا، يعني ايه بالكلام. Attention is a key ingredient here similar to which words in the source sentence are most relevant to the current tag target word. بيقول لك ان الاتنشن هو الحاجه اللي احنا محتاجينها، مش محتاجين خالص نعمل جنريشن. We don't need an autoregressive decoder to generate the target sentence word by word. انا مش محتاج اعمل الكلام ده، اللي انا محتاجه اعمل اثنين كلاسيفايرز، واحده للستارت وواحده للاند. طب نتفرج على الاركتكشر دي كده بالتفصيل، هنتكلم عليها سلايد باي سلايد، هيقعد يشرح كل جزء منها. الجزء لحد هنا ده الجزء بتاع الانكودنج، الجزء ده الجزء بتاع الاتنشن، الجزء ده بيحط مور لايرز يعني علشان يتاكد كانه بيحط كده شويه لايرز عشان يزود الانتر اكشنز ما بين الحاجات اللي هو اتعلمها، وفي الاخر يبقى عنده كلاسيفاير اللي يطلع له فين الستارت وكلاسيفاير تاني يطلع له فين الاند. هيبدا بالجزء بتاع الانكودنج. الانكودنج اتعمل على ثلاثه ستيبس، اول حاجه كاركتر امبيدنج لاير والورد امبيدنج لاير والفريز امبيدنج لاير. طب يعمل الكلام ده ازاي؟ يعمل الكلام ده ازاي؟ اول خطوه بالنسبه له بيعملها انه بيروح يجيب الناحيه اليمين هنا جت كلمه زي كلمه سياتل، هيلاقيها موجوده في الوورد امبيدنج في ديكشنري زي بتاع جلوف ده ديكشنري، فيقوم كاتب الامبيدنج بتاعها بيساوي سياتل. جميل. طب كلمه سياتل دي عباره عن شويه حروف الاس والاي والاي والتي والتي والال والاي، فيعمل فيهم ايه؟ يقسمهم لحروف ويجيب لكل حرف منهم امبيدنج، بعد كده يعمل شويه لايرز من سي ان ان وماكس بولينج، ويطلع ريبريزنتيشن للوفست الوورد اللي اسمها سياتل بس باستعمال كاركتر امبيدنج. طب يا ترى ايه فائده الكاركتر امبيدنج في الباي داف موديل هنا بالنسبه لنا؟ انه ما كانش عنده حاجه اسمها وورد بيس توكنايزر، فلو شاف كلمه عمره ما شافها قبل كده في الدكشنري ايه اللي هيحصل؟ هيديها الانون توكن ده وخلاص ويديها امبيدنج وخلاص. لكن لما عمل موضوع كاركتر امبيدنج، ها يعني لو حتى لو هنا انون وطلع انون توكن،
ده مش هيطلع له unknown token، ده هيطلع له embedding للكلمه وخلاص يعني. يعني دايما دايما ال CNN plus max pooling هنا هيجبره انه يجيب embedding للكلمه اللي هو of interest. طب وبعدين يعمل بقى الامبيدنج فيكتور بتاعه اللي هيريبريزنت بيه كل توكن من التوكنز او كل كلمه من الكلمات في هذه الحاله، ويبقى هو ده الامبيدنج عباره عن كونكاتينيشن ما بين الوورد امبيدنج والكاركتر امبيدنج بعد ما عمل السي ان ان وماكس بول. يوز ا كونكاتينيشن اوف وورد امبيدنج اند كاركتر امبيدنج فور ايتش وورد ان كونتكست اند كويري. يعمل الكلام ده لكل وورد في الكونتكست اللي هي اكس 1 واكس 2 لحد اكس كي اكس تي، وكل واحده في الكويري من كيو 1 لحد كيو جي. وبعدين يعمل ايه الكلام ده في الاخر خالص بعد ما بنعمل الكونكاتينيشن، بيدخل الكلام ده على فانكشن اسمها الهاي واي نتورك، بس مش موجوده في الرسمه هنا مش شارحها. هو ان هو حتى بعد ما بنعمل الكونكاتينيشن ده بيدخل الكلام ده على هاي واي نتورك بحيث تطلع له الامبيدنج اللي هو الكونكاتينيشن ما بين الحاجتين دول. كل ده لسه الكونكاتينيشن اللي هو من ده ومن ده، عمل لهم كونكاتينيشن اللي هم داخلين بقى دلوقتي على الباي ال اس تي ام لاير. الباي اس تي ام لاير دول هيستعمل تو باي دايركشن ال اس تي امز سيبريتلي، واحده للكونتكست وواحده للكويري. خد بالك ان دي مش ال اس تي ام واحده، دي هنا واحده للكويري لوحدها وواحده ثانيه للايه للكونتكست لوحدها. تو بروديوس الكونتكستوال امبيدنج فور بوث كويري اند كونتكست، هيجي يحسب لكل الفيكتور سي اي ده اللي هو بيبقى طالع من هنا عباره عن ال اس تي ام من الشمال لليمين، بص على السي اي اللي قبلها والامبيدنج ات سي اي، وتعمل ال اس تي ام لاير عاديه جدا، طلع له اتش دايمنشنز هنا اسمه سي اي، ده من الشمال لليمين، وفي واحد تاني من يمين للشمال بيبص على الكلمه اللي بعدها مش الكلمه اللي قبلها، ويكون كاتينيت الاثنين دول مع بعض كده بيطلع الكونتكست فيكتور لكل كلمه. يبقى الاوتبوت من الانكودنج لاير ان بقى عنده كونتكست فيكتور لكل كلمه في وعنده هنا كويري فيكتور لكل كلمه، وهنا برده ده 2 اتش. هو هنا بيخلي الدايمنشنز قد بعضها بس، بس دي نتورك ودي نتورك تاني. اوكي طيب الجزء المرحله اللي بعد كده مرحله الاتنشن، الكونتكست تو كويري اتنشن. عنده نوعين من الاتنشن، هو ليه سماه باي دايركشنال اتنشن فلو؟ باي دايركشنال ليه؟ ان هو بيعمل اتنشن ما بين الكويري للكونتكست، وبيعمل اتنشن تاني ما بين الكونتكست للكويري. فالكونتكست تو كويري معناها ايه؟ معناها دلوقتي انت عندك سؤال ده بيسموه كويري، وعندك كونتكست اللي هو ده which word في الكونتكست بتاتند which word في الكويستشن. لو انا بسال على هو، فكلمه باراك واوباما دي بني ادمين، فالمفروض دول بيأتندوا الهو. طب لو انا كلمه ليدز، مين بيأتند ليها من الكونتكست؟ كلمه بريزيدنت. مين بيأتند اليونايتد ستيتس من الكونتكست؟ كلمه يو اس اي. ده بيقول لك for each context word find the most relevant query word. طيب خلاص دي اول حاجه. الاتنشن هنا بيقول لك كانه بيدور على الريليشن، الكلمات بتاعت الكويستشن دي مهمه لانهي كلمات من الكونتكست. وعنده واحده ثانيه بالعكس بالظبط، عنده حاجه اسمها كويري تو كونتكست اتنشن. While Seattle's weather is very nice in summer, its weather is very rainy in winter, making it one of the most gloomy cities in the USA. كذا 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 كذا. تيجي تسال يقول which city is gloomy in winter؟ فدلوقتي هنلاقي ان الكويستشن بتاعك الكويري بتاعتك دي هتاتند على بعض الكلمات من فين؟ من الكونتكست. الاولانيه كان كلمات من الكونتكست بتاتند على كلمات من الكويري، هنا كلمات من الكويري بتاتند على كلمات من الكونتكست. فهنا لو انت استعملت الحاجتين دول مع بعض، عرفت مين من الكلمات هنا بتاتند على دول ومين من دول بيأتند على دول، يبقى انت كده بتجيب بيتر انتراكشن بين ايه؟ الكويستشن والكويري. كان زمان اللي قبل الباي دايركشن اتنشن فلو ان هو بيعمل كونتكست وكويري بس، ما كانش بيعمل الحاجتين، كان واحده بس. طيب وهيبان في برضه في الريزلت بتاعتهم ان هم لما بيعملوا الباي دايركشنال بيطلع نتائج احسن بكتير من لو عمل يوني دايركشنال، او لو عمل كويري تو كونتكست او كونتكست تو كويري، بس كل واحد واحده. الاهم مين؟ طبعا الاهم اللي هي الكونتكست تو كويري دي الاهم. طب الفاينل اوتبوت اللي هو بعد ما عمل الانتراكشن والاتنشن ده هنشوف هيطلع شكله عامل ازاي، ده اسمه الجي، ده الاوتبوت اللي طالع من الاتنشن فلو لاير. طب خلينا نقول الموضوع اتنشن فلو لاير ده بيتحسب ازاي. الاتنشن فلو لاير اللي هو الجي ده عباره عن ايه اصلا؟ بص بيقول لك فيرست كمبيوتر سيميلاريتي سكور فور افري بير اوف سي اي وكيو جي. يبقى انت دلوقتي الماتريكس بتاعت السيميلاريتي دي السايز بتاعها كام في كام؟ اللي هنا عندك السي اي من اول سي 1 لحد سي 100 مثلا، احنا قلنا ان هم 100، وعندك الكيو جي من اول كيو 1 لحد كيو كام؟ لكيو 15 صح؟ احنا كنا بنقول كده يعني. فدي الماتريكس اللي اسمها اس، الماتريكس اللي اسمها اس بتتحسب بالشكل ده. شايفين الرسمه اللي انا رسمها ولا لا؟
اه تمام. تمام، عايز اعرف انا اس اي وجي هنا معناها ايه، عشان دي مهمه، أنا هي مش موجوده في هو في الفيديو ما بيحطش الرسمه دي، بس دي هتساعدنا نفهم بالظبط موضوع الاتنشنز محسوبه ازاي والكلام ده. تمام، الاس اي جي بيقول لك ايه، هيجيب فيكتور، هيجيب فيكتور اسمه سي اي وكونكاتنيته مع كيو جي. طب السي اي احنا كنا عارفين ان هو الدايمنشن بتاعته بتساوي اتش 2 اتش عشان كان جاي من باي الاس تي ام من تحت، والكيو جي برضه 2 اتش ادي كده 4 اتش، ويكون كاتنيت معاهم الاليمنت وايز مالتيبليكيشن بتوين سي اي وكيو جي. ماشي، طب وبعدين الكلام ده الفيكتور الكونكاتينيشن ده يطلع كام في كام الماتريكس؟ يطلع الكلام ده ايه؟ يطلع ده 6 اتش هو كمان. يعمل ايه؟ يكون متعلم ماتريكس وايل التريننج اسمها السيميلاريتي ماتريكس دبليو تي، اسمها دبليو تي سيم. يعمل ايه؟ يعمل دوت برودكت بتوين الفيكتور اللي هو بيبلونج ل 6 اتش مع الفيكتور الثاني اللي بيبلونج ل 6 اتش، فيطلع رقم واحد بس. خد بالك ده اليمنت واحد بس، اس اي جي ده يطلع لك رقم واحد. يعمل دوت برودكت بتوين الفيكتور اللي هو بيتعلمه، هو بيتعلم النتورك بتتعلم الدبليو تي ده بتاع الدبليو سيم، وبيعمله ترانسبوز عشان يعمل دوت برودكت، فيطلع له رقم بيبلونج الار. ها، فده عنصر واحد بس، ده اللي هو كانه السيميلاريتي، اللي هو زمان كان احد الطرق لحساب السيميلاريتي ان انا بحسب دوت برودكت بتوين السي اي والكيو جي. لا هو مش هيعمل كده، هو بيعمل حاجه معقده، واضح ان ده كان احسن له. ماشي، فهمتها كده كريم؟ افهمت. الكونتكست كويري اتنشن بيعمل ايه؟ الكونتكست كويري اتنشن which question words are more relevant to CI. يبقى انا دلوقتي ال which question words انا بدور على انهي word من words دول اللي هي واحده من دول هتكون relevant للسي واحد دي. فتعملها ازاي؟ بيقول لك اعمل سوفت ماكس الفا اي وجي على اس اي جي، يبقى هيعمل سوفت ماكس على الرو ده كله. ماشي معايا؟ تمام. بعد كده يحسب الاي اي بتساوي سيجما الفا اي جي في كيو جي، ياخد بقى بعد ما عمل سوفت ماكس الارقام دي اتحولت بالنسبه له بروبيتيز، فعرف كان عمل ماتريكس ثانيه اسمها الفا فيها الويتس، ياخد بقى كل ويت ويضربه في الكورسبوندنج كيو جي ويجمع، يبقى كده رجع الفيكتور اللي اسمه اي اي. والاي اي ده كده كانه ايه؟ فاكرين واحنا بنعمل السيكونس تو سيكونس من شويه قبل كده؟ ما كنا بنعمل ويتد افريج، فين كنا سيكونس تو سيكونس؟ اهو ده هو بقى ايه الاتنشن اوتبوت، يضربه بقى بالويتس دي كده يطلع له ايه الفيكتور الجديد اللي هو جاي من كل الكلمات اللي كانت جايه من الكونتكست. كويس، يبقى اللي طالع معانا دلوقتي ده ماله؟ شبه الكونتكست ان هو ايه، هيبقى عنده 100 الاي اي ده هيبقى عنده 100 واحده اسمها اي اي، يبقى عنده 100 واحده اسمها اي اي زي بالظبط مين؟ زي السي اي. يبقى عنده سي اي واي اي دلوقتي، عنده سي اي وعنده اي اي. اي اي ده مين؟ ده ناتج الاتنشن الكونتكست كويري اتنشن بالويتس اللي هو جابها اسمها الفا اي جي. تمام معايا كده؟ طيب الحاجه الثانيه اللي هي كويري تو كونتكست اتنشن. الكويري تو كونتكست اتنشن which context words are relevant to some question words. طيب which context word، يعني عايز اشوف دلوقتي انهي واحده من دول تبقى تهايلايتد اكتر. انا بتكلم على الكولوم دلوقتي، يعني بتكلم على الكولوم ده ان هشوف انهي كلمه بقى في كلمات في السي اي كانت relevant to الكويشن وورد الفلانيه يعني. فيقول لك ايه، هيحسب حاجه اسمها بيتا اي بتساوي سوفت ماكس. بس بيعمل حاجه بقى انترستنج هنا بالنسبه لنا، بيعمل ماكس اوبريتور على كل كولوم لوحده. مين الماكس بتاعنا هنا؟ هيروح يحسب الماكس على الجي من واحد لحد ام فعلا، هيجيب الماكس بتاع ده ويطلع مثلا بيساوي اكس مثلا الماكس بتاعه، والماكس بتاع ده والماكس بتاع ده. انا بقول صح ولا غلط؟ الماكس بتاع كل واحد منهم صح كده، الماكس بتاع كل واحد منهم يجيب الماكس بتاع كل كولوم من دول، بعد كده يعمل حاجه اسمها سوفت ماكس عليهم. فلما هيعمل سوفت ماكس هيطلع له هنا كان ده طلع له فيكتور
ما هو لما بتعمل الماكس اوبريتور على العمود ده يطلع لك فاليو، والاوبريتور على يطلع لك فاليو ثانيه وفاليو ثالثه وفاليو رابعه، بعد كده يعمل سوفت ماكس للكلام ده كله. طب لما عمل سوفت ماكس للكلام ده كله ايه اللي هيحصل؟ اهو ده بيقول له ايه بقى؟ بيقول له ان الكلمه دي لا قالها حد امبورتنت في الكونتكست وورز دول، والسكور بتاعهم كان قد كده. تمام؟ طيب وفي الاخر خالص يحسب فيكتور واحد بس اسمه بي، ده عباره عن ايه؟ عباره عن الويت فيكتور اللي اسمه بيتا. هو البيتا اي، انا في حاجه اقولها غلط ولا حاجه؟ في حاجه مش مظبوطه صح؟ البيتا اي دي هل هي ثابته لكل البيتاز؟ ماكس ده انا حاسس ان انا بقول حاجه ممكن تكون غلط، خليني احاول اركز فيها تاني كده. ادي الماتريكس اللي اسمها اس بتاعتنا، ده هنا من 1 ل 100 ودي من 1 ل 15، ده الكيو وده السي. طيب دي الماتريكس اللي اسمها اس. هيقول لك ايه دلوقتي؟ عند اي بتساوي، عند اي بتساوي الاي هنا مثلا، ادي الاي بتاعتي. هيعمل ايه؟ هيقول لك هياخد ماكس على اس اي جي، هيطلع له هنا الماكس طلعت هنا مثلا. طب ايه سوفت ماكس دلوقتي؟ هيعمل سوفت ماكس على الاي ازاي بقى؟ حد فاهمها دي؟ شوفت ماكس، خلينا نتكلم عن الماكس الاول. هو بيقول لك ان الماكس دو لا انا بصراحه مش قادر استوعب يعني ايه بيعمل ايه هنا. ممكن نشوفها في المحاضره بتاعت مش اسمانيك نفسه برضه. انا كنت فاكر ان انا فاهمها في المحاضره، انا مع المحاضره كنت فاكر ان انا فاهمها، بس لما جيت اقراها ار اس ان دي ضايقتني يعني. طب خلينا نسكيب الحته دي، هنقول ان البيتا دلوقتي عباره عن ايه؟ انذر فيكتور بويتنج مختلف عن الويتنج القديم، بس وهنا بيصم على الان، هناك كان بيصم على الام، هناك هيصم بقى على الان على كل الايه الكلمات يعني على كل الكونتكست. يطلع له فيكتور تاني، يطلع له فيكتور تاني ماله؟ شبه برضو الدايمنشنز بتاعت السي اي، هو ده عباره عن ويتد صم من كل السي ايز الموجوده بالبيتا ويتس يعني. الخلاصه يعني دلوقتي هيطلع لك الفيكتور اسمه سي اي، ده الفيكتور الاصلي. الفيكتور اللي اسمه اي اي ده ويتد صم من الكويري كويستشن، من الكويري وورد، من الكويريز على الويتس، جايبها من مين؟ جايبها من الاتنشن. والسي اي في الاي اي ده اليمنت وايز مالتيبيكيشن، وهعمل سي اي في بي مره كمان، يبقى الدايمنشن بتاعته بتاعت الجي هتكون 8 اتش. طيب بعدين يعمل بقى ايه؟ يعمل بقى حته ان هو عمل الخطوه الاولانيه دي كلها علشان يضرب يظبط الانتر اكشن بين الكلمات والكلام ده كله. طب يعمل بعد كده الخطوه اللي وراها ايه؟ لا اعمل حاجه اسمها موديلنج لاير، ادخل الكلام ده على تو لايرز من الباي ال اس تي امز كمان. يبقى الاتنشن موديل بتموديل الانتر اكت بين الكويري والكونتكست، الموديل الموديلنج انتر اكشن وذين الكونتكست وورز. خد بالك ان النتورك الجزء ده مش داخل خالص على الكويستشن، ده متعلق جاست بايه؟ بالكونتكست بس، لان الاجابه بتاعت السؤال بتكون جايه الكلاسيفاير بتاع الستارت والاند مرتبط بمين؟ بالكونتكست، مش مرتبط بالكويستشن. فبعد ما يعمل الاثنين لايرز دول يبقى جاي له جي، يطلع عنده الام اي وهيرديوس في الدايمنشنات يخليها 2 اتش. وبعد كده عنده في الاوتبوت لاير 2 كلاسيفايرز، كلاسيفاير بيتعلم فيه الويت ماتريكس اسمها دبليو ستارت، وكلاسيفاير بيتعلم فيه الويت ماتريكس اللي اسمها دبليو اند. هو انت هنا بتاسيوم ان عندك الباراجراف فيه مثلا عدد محدد من الكلمات 500 كلمه،
فشغلتك ايه انت؟ انك تحاول تعرف انهي كلمه تكون ستارت وانهي كلمه تكون الاند بس، مش محتاج منك تعمل حاجه اكتر من كده. محتاج تتعلم البوزيشن بتاع الستارت والبوزيشن بتاع الاند، يبقى انت حليت المساله بتاعتك. بس ده اللي مطلوب. ايه كمان؟ طب ايه هنا بقى اللي هو عمله؟ ان لما بيجي يتعلم الاند ما خدش على فكره الام اي اللي هو اخدها دي، مش هي اللي دخلها على الكلاسيفاير ده، الاند دخل حاجه اسمها ام اي داش، بيكون كاتنيتها طبعا مع الجي اي اللي هو كان متعلمه من تحت هنا. الام اي داش دي باي ليست ام اوف ام اي، ده بعد ما ياخد دوله كمان يعمل عليها باي ليست ام كمان، يطلع منها ام اي داش. وفي هذه الحاله يبقى الدبليو ستارت والدبليو اند بلونج ال 10 اتش، عشان في الاخر خالص يرجع البوزيشن بتاع البدايه والنهايه. اللوس بتاعه بيحسبه ازاي؟ انا عنده تريننج ديتا، فانا عارف فين البوزيشن بتاع الستارت الصح والبوزيشن بتاع الاند الصح. ففي هذه الحاله اقدر ان اتعلم مينيمايز الماينس لوج البروبابيلتي بتاعه الستارت للبدايه الصحيحه وللنهايه الصحيحه. ده الحاجه اللي بقول لك عليها بقى دلوقتي، ان ساعه ما داتا سيت دي نزلت قبل بيرت ما يشتغل على داتا سيت دي، كان الهيومن بيرفورمانس 1.98 وكان بعيد جدا جدا عنه. كل الحاجة كانت بعيدة جدا عنه، مفيش يعني حاجة قريبة أساسا. كان الباي داف اللي هو implemented by Allen Institute University Washington و Allen Institute برضو الاثنين معملوا مع بعض implementation بتاعهم، كانوا جايبين 77.3. الـ 77.3 على سكواد دي مالها؟ دي نتيجة انه هو عمل context to query attention، لو شالوا الـ performance بيدروب بـ 10%. فهو واضح جدا ان الكونتكست كويري ده اهم اتنشن من الاتنشنز الموجود، ولو عمل دروبنج للكويري تو كونتكست ما شالها البرفورمانس هيدروب 4%، ولو شال الكاركتر امبيدنج البرفورمانس هيدروب ل 75%. معنى كده ايه؟ ان انت واضح جدا ان اهم حاجه بالنسبه لنا هي مين؟ هي الكونتكست كويري اتنشن. هنا بيحاول يوريك كمان في فيجواليزيشن على الاتنشن فيجواليزيشن. ادي عندك الكويري وير ديد سوبر باور 50 تيك بليس، علامه استفهام، وادي الباراجراف اللي انت شايفه ده. هتلاقي ايه؟ ان في اماكن فيري دارك، ادي الكلمات بتاعت الباراجراف اللي احنا شايفينها يعني هنا الكلمات اهي، ها دي كده ده الباراجراف ده سوبر هنا و50 هنا، ماشي تمام. ف لو جيت على رسمه الاتنشن سكورز يعني ما بين الوير وديد وسوبر باور 50 وكل الكويري ده وده الكونتكست، جيت اتفرج عليهم هتلاقي حاجه انترستنج جدا. ايه هي؟ ان الاماكن اللي فيري دارك معناها الاتنشن سكور عالي، والاماكن اللي فيري برايت الاتنشن سكور واطي. فهتلاقي ان كلمه وير بتاتند على كلمات كتيره جدا في الباراجراف، منها ات وذا وات وستاديوم وليفي وان وسانتا وانا والكلام ده كله، وان كلمه سوبر بتاتند على كلمه سوبر 5 مرات، لان يعني في 5 مرات كلمه سوبر موجوده، ادي واحده وادي واحده كمان وادي واحده كمان ومش فاكر بقى فين الباقي، وادي واحده كمان اهي وادي واحده كمان، 5 مرات فعلا موجودين. وكلمه باول برده هتاتند 5 مرات على باول لانها موجوده زيها 5 مرات هناك، و50 موجوده مرتين، ادي واحده في الاول واحده في الاخر، فهتاتند عليها مرتين، واحده في الاول واحده في الاخر وهكذا. فالخلاصه ايه؟ ان فعلا الحاجه الظريفه في المنظر اللي احنا شايفينه ده، ان الكلمات بتاعت الكويشن بتاتند كويس على الكلمات بتاعت الكونتكست. فده معناه ايه؟ معناه ان انا الكويشن والكويري، الكويشن قصدي والكونتكست، اقدر اعمل اظبط الانتر اكشن بينهم بشكل مناسب. تمام. طيب ده قبل ما ندخل موضوع البيرت. لما البيرت بقى دخل، احنا قلنا بيرت زي دي باي دايركشنال ترانسفورمر انكودر بري تريند اون لارج اماونت اوف تكست بلا 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 بلا. بيرت از بري تريند اون تو تريننج اوبجكتيف، عنده حاجه اسمها ماسك لانجوج موديل وحاجه اسمها نيكست سنتنس بريدكشن. لو انتوا فاكرين كنا بنترين ازاي، بندي له سنتنس الاولانيه واديها ماسك والسنتنس الثانيه واديها ماسك، واحاول ابريدكت الماسك لانجوج موديل واحاول اعرف اذا كنت النيكست ستيتمنت دي كانت هي نيكست ستيتمنت ولا لا. فدول البري تريننج بتاع بيرت. طب البيرت ده كان فيه منه نوعين، بيرت بيز فيه 12 لايرز وقال 110 مليون بارامتر، وبيرت لارج فيه 24 لاير و 330 مليون بارامتر. تاخد انت البيرت موديل ده تعمل له فاين تيوننج على التاسك اللي انت عايز تعملها. لو عايز تعمل نيمد انتي ريكوجنيشن هتشوف هتفاين تيون الموديل، لو عايز تعمل سكواد هتفاين تيون الموديل، لو عايز تعمل ام ان ال اي هتفاين تيون الموديل. طب هو هيفاين تيون الموديل ازاي؟ ركز بقى في الحته دي. انت كان عندك الاول سنتنس الاولانيه والسنتنس الثانيه،
وبينهم سيباريتور. هو هيعمل نفس الكلام اللي هي لما كان بيعمل النكست سنتنس بريدكشن، كان يجيب السنتنس الاولانيه والسنتنس الثانيه. هنا هيعمل نفس الكلام، هيجيب السنتنس الاولانيه اللي هي الكويشن والسنتنس الثانيه اللي هي باراجراف، ويحط بينهم سيباريتور، وبعدين يعمل الشغل بتاع البيرت في النص ده، اللي هو ايه الشغل بتاع البيرت اللي في النص ده، ده اللي هو السيلف اتنشن واللايرز والحوارات دي كلها. ويجي في الاخر خالص يتعلم كلاسيفاير عند الجزء بتاع الباراجراف ده، في الجزء بتاع الباراجراف اهو، يتعلم عنده كلاسيفاير يطلع له الدبليو ستارت والدبليو اند، اللي يطلعوا له مين فيهم الستارت والاند. عايز اقول لك ان very very simple و very very straightforward و very يعني excellent results، يعني انت بيطلع نتائج تحفة بالفاين تيونينج ده، بس بتقلقوا ان هو يجرو مثلا 5-6 ايبوكس ولا حاجة او حاجة كده علشان يتعلم ال W's بتوع الستارت والاند بشكل كويس. يبقى هو يبقى مطلوب منه ايه دلوقتي؟ question و answer، يحطهم مع بعض ويحطهم مع بعض، ويتعلم في النص attentions بينهم، كل ده حلو جدا. فادي question how many parameters does Bert large have، الباراجراف نفسه ان بيت لارج از ريلي بيج، ات هاز 24 نيرز اند البيلدنج سايز 24 توتال 12 مليون بارامترز توجذر 1.34 سو اكسبكتد ويل تيك كابل اوف مينتس تو داونلود تو يور كولاب انستنس وذ ات. طيب الحاجه بقى اللي زي ما قلت لك انترستنج جدا بالنسبه لنا، ان هو عنده النص فانكشن دي نفس النص فانكشن القديمه، بس هو الفكره بالنسبه له ان هو عدد البارامترز عملها فاين تيونينج، هي كل البارامترز بتاعه النتورك اللي هو فيهم حوالي 110 مليون بارامتر او 340 مليون بارامتر، بالاضافه لللايرز بتاعه الويتس اللي في الاخر اللي هي 1536 بارامتر. فده بالنسبه لنا ايه كلام هياخد وقت كبير في فاين تيونينج، مش قوي يعني، شويه ايبوكس قليله بيجي نتائج احسن كتير من قبل البارامتر. بيقول لك it works amazingly well او amazingly well. Stronger pre-trained language models can lead to even better performance and the squad becomes a standard that set for testing pre-trained models. زي ما قلنا ان pre-trained models بتبقى شايفه داتا سيتس كتيره جدا وشايفه كوربسز كبيره جدا، ف it is very يعني natural ان انا اروح اجربها على question answering problems. يعني الباي ديف زي ما قلت لك كان في وقت من الاوقات السيد اوف ذا ارت 77% اف 1 بيرت بيس 88.5 بيرت لارج 90.9 يعني فرق حوالي 12% او 12.5% او 13% ما بين باي داف وبيرت لارج. والحاجات اللي جت بعد بيرت لارج زي اكس ال نت وروبرتو البرت كلهم فوق ال 94 في الاف 1 وكلهم فوق يعني ال 89 في الاكزاكت ماتش، وده الهيومن بيرفورمانس محسوب على التست سيت، لكن بقيه الحاجات كلها محسوبه على الديفلوبمنت سيت. طب يعني لو عايزين نبص على comparisons between the BIDAF and BERT models، BERT model has many many more parameters. BIDAF is built on top of several bidirectional STMs while BERT built on top of transformers، فمعنى كده ان هو عندوش recurrences وده اسهله في الباراليزيشن. BERT is pre-trained وده حاجه interesting while BIDAF is only built on top of glove، هي الحاجه الوحيده اللي فيها training pre-training في BIDAF هي كانت glove. All remaining parameters need to be learned from supervision data sets which يعني might be صغيره شويه ان هو يتعلم حاجه كويسه قوي. طيب بيقول لك are they really fundamentally different؟ هو انت خدت بالك الباي داف اوريدي بيستعمل مين؟ الاتنشن، واحنا عارفين ان بيرت بيستعمل اتنشن بس هو بيحطهم ورا بعض، فهو لما بينه سيلف اتنشن هنا وكل ده حاجه واحده، فكانه عمل ايه؟ كانه عمل اتنشن للكويشن مع كويشن والكويشن مع الباراجراف والباراجراف مع الكويشن والباراجراف مع الباراجراف، عشان هي بتسمى سيلف اتنشن بتوين كونكاتينيشن اوف كويشن باسج. فده احسن من انه يعمل كويشن تو باراجراف وباراجراف تو كويشن بس، اللي هو كان الكونتست كويري وكويري تو كونتست. فهنا كان البيرت بيعمل حاجه سوبر سيت من كل الاتنشنز اللي ممكن تتعمل. طيب برضو كان الكلام ده بيتاكد ازاي؟ ان لما عمل في كلارك و جاردنر ده كانوا عم يشتغلوا برضو بعد باي داف وقالوا ايه، انا حامل سيلف اتنشن لايرز على الباراجرافز، فده حسن الباي داف بيرفورمانس باستعمال السيلف اتنشن لايرز. معنى كده ايه؟ ان الاتنشن كل ما بيزيد كل ما يكون احسن، بس في حاجه جوهريه ستيل مختلفه ما بين الباي داف والبيرت. ايه هي؟ حد مركز معايا غير موضوع الاتنشن؟ الاتنشن از فيري بور كومبوننت سواء في البيرت او في الباي داف، ده كور كومبوننت في الاثنين، بس في اختلاف جوهري هو اللي بيخلي البيرت تطلع احسن حتى مع السيلف اتنشن في الباي داف. حد مركز في الحته دي؟ ها
ان بيرت مش بيعتمد على التريننج داتا اللي في ايده بس، بيرت ده بري تريند لانجوج موديل، ماسك لانجوج تريند على حاجات اكبر بكتير من اللي المساله شايفاه. فده الميزه بتاعته ان هو عنده ريسورسز اكتر انكودد جوه الموديل بتاع بيرت. الحاجات دي مش موجوده في ولا الحاجات اللي بتشتغل على داتا سيت بتاعت السوبرفايز بروبلم بس. طيب بيقول لك هل نقدر نعمل بري تريننج بيتر اوبجكتيف؟ يعني لو انا دلوقتي بعمل باي دايركشنال انكودر اللي هو بتاع بيرت دوت، فالباي ده كان معتمد في الاوبجكتيف بتاعه على الماسك لانجوج موديل والنكست ستيتمنت بريدكشن، صح؟ او نكست انستنت نكست سنتنس بريدكشن. طب ما اعمل انا بقى اوبجكتيف للبري تريننج مودلز اللي زي بيرت بس يكون مناسب في مساله الكويشن انسرنج. يا ترى ايه الحاجه اللي مناسبه في الكويشن انسرنج؟ انا محتاج دلوقتي في الكويشن انسرنج ان انا برجع حاجه اسمها السبان، بقول له البدايه فين والنهايه فين، صح؟ طب ما انا خليني اعمل بري تريننج اوبجكتيف يقول لي السبان برضه، ان هو ايه، بدل ما انا بعمل ماسك لانجوج موديل بخبي كلمه واحاول استنتجها، انا هخبي سبان واحاول استنتجه. الحاجه الانترستنج بقى ايه، لو هو عمل سبان بيرت دوت، سبان بيرت ده بيمبروف البري تريننج باي بريدكتنج اند بريزنتنج اند بريدكتنج السبانز، ده الاوبجكتيف بتاعه يبقى متكافئ اكتر بكتير مع الكويشن انسرنج. لان الكويشن انسرنج هو عاوز الماشين كونفرنشن، يعني عايز ايه، عايز سبان، مش يعني الماسكد لانجوج موديل از نوت ذا كوريكت اوبجكتيف فور الكويشن انسرنج. الماسكد لانجوج موديل ممكن ده يكون كوريكت اوبجكتيف لو انا عايز اعمل لانجوج موديل وخلاص، لكن لو انا هتكلم على تاسك مخصوصه بتاعتنا بتاعت question answering اللي فيها span هو ده output بتاعي، يبقى انا كنت احسن لي استعمل pre-trained model يكون ال objective بتاعه بيدور على span برضه. فهمنا ليه ال span BERT بيطلع نتائج احسن في question answering يا شباب؟ ايوه تمام. فال two ideas بتاعته ايه، ان هو mask contiguous span of the walls instead of 15% random walls اللي هما بتوع mask language model. الحاجة التانية هيوز ال two end points of the span to predict all the mask walls in between. ده معناه ايه؟ ان compress the information of a span into the two end points، ان هو كل الكلام اللي هو محتاج يتعلمه يتعلم فين البدايه والنهايه. ده لو انا بحل question answering problem. وفي الحقيقه الكلام ده لما جم جربوه في مساله السكواد في 1 وفي سكواد في 2 في النيوز كيو اي والتريفيا كيو اي والسيرش كيو اي والهوت كيو اي والناتشرال كويشنز، لقوا ان span BERT بيتفوق على البيرت الاصلي اللي هو بتاع جوجل الازرق، وعلى بيرت البيرت اللي هو الاخضر ده اللي هم كانوا بيعملين اكسترا تريننج مطولين الوقت بتاعه، بس سبان بيرت كسبهم بفرق مش قليل، يعني فرق 2% ده فرق كبير على فكره في مساله قرب التسعينات، ال 2% فرق كبير. بس هي الفكره ان هو الفرق بينهم برضو حتى في في الواطيه برضو مش فرق كبير، 5% مش حاجه عظيمه يعني. تمام. السؤال بقى اللي احنا بنقوله، وصلنا جبنا الهيومن بيرفورمانس وعملنا احسن من الهيومن بيرفورمانس وجبنا نتائج فوق 90% في الاف سكور وفوق 85% في الاف ميجر، العكس في الاكزاكت ماتش، في الاكزاكت ماتش فوق 85%. طب هل كده المساله خلصت؟ قال لك لا، يعني انتوا ما تنسوش ان المساله بتاعتنا دي كانت ديفايند بشكل برضو ايه مش احسن حاجه في الدنيا. ايه هو؟ ان انا بقول لك انا بجاوب على السؤال ده لو اجابته موجوده حرفيا جوه الباراجراف، والسؤال ده هو انا ممكن اعمل حاجه اسمها ادفرساري، احاول افوله اجيب له كلمات شبه السؤال فيأتند ليها كويس وما يكونش فيها الاجابه اللي انا عايزها. ففعلا عملوا موضوع الادفرساري ده، حطوا ادفرساري اكزامبلز، جاب الباراجراف الاصلي وزود عليه الجمله دي اللي هي الكوارتر باك جيف دين هاد جيرسي نمبر 37 ان شام باول كذا 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 كذا، وهي بيقول له ايه، وات از ذا نيم اوف ذا كوارتر باك هو ووز 38 ان سوبر باول كذا 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 كذا. المفروض اجابه السؤال هتكون جون الاوي الوي او جون الوي ده، اجابها منين؟ المفروض اجابها من هنا اهو ات ايج 38، كويس. لكن هو لما زود الباراجراف الاخير ده قام رجع الاجابه جيف دين. طيب ايه معنى الكلام ده؟ بيقول لك الاوريجينال باي ديف كان 75.5 بالسنجل مش عارف ايه ده من غير انسامبل، ولما زود سنتنس واحده البرفورمانس بتاعه نزل لحاجه 30%، وممكن يوصل ل 4% لو اد اني. انا ما اعرفش ايه اد اني وقتكم، محتاجين نقرا البيبر عشان نعرف دلوقتي ايه الفروقات بينهم، ولكن لما زود السنتنس دي البرفورمانس بتاعه دروب اولموست لوور ذان الهاف بتاع 75%. معنى كده ايه؟ لا ده الموديل بتاعنا بيتعلم في مسائل مخصوصه، في مسائل سهله، في وات ايفر. الحاجه الثانيه، السؤال الثاني المهم بالنسبه لنا، لو انا اتعلمت موديل على سكواد هل هيشتغل على تريفيا كيو اي؟ مش بالضروره،
لو انت خدت تريننج من سكواد وجاوبت على سكواد بالباي ده هيجيب 75 و6، لو تريننج من سكواد وعملت تيست على تريفيا كيو اي 46، فرق كبير جدا باي زمان. انت تبقى مبسوط امتى؟ لو لقيت ان الارقام اللي رجعت بقيه الداتا سيتس الثانيه دي اولموست اور بال 58، يعني مثلا هنا انا سكواد اتعلمت من سكواد وعملت تيست على تريفيا، هو تريفيا وتريفيا بيجيب 58، انت جبت 46، ده دروب كبير جدا. هنا نفس الكلام، انت جبت 73، تاني احسن واحد 48، ده دروب كبير جدا. ان انت تترين بين ان كيو وتست على ان كيو ده هتجيب 73، لو عملت تريننج بسكواد وعملت تست على ان كيو 48 وحش جدا طبعا. فلو الاليمنت الكبير هو اللي على الدياجونال اكبر واكبر واحد في كل كولوم، يبقى ده لسه بعد احنا كده ما عملناش جنراليزيشن، فهو لسه برضو ايه السيستمز ترين وان سيت كانوا جنراليز اون اذر داتا سيتس. برضو نفس الكلام، جربوا يعمل حاجه اسمها ايه تايبس اوف كويستشنز كومباريزونز، الفيلير ريت بتاع حوالي 20%. ده لو كان اجابه سؤال معتمد على الفوكابلري، هنا معتمد على التاكسونومي، هنا معتمد على مور روبستنس. الحته بقى الفيلير فيها 100% هي مور ليس اون كونتكست مير نوس اند انتونيم ان كويستشن، دي حته غير سهله. جيرمي از مور اوبتيمستيك ذان تايلور، بعد كده سألك هو is more pessimistic، المفروض الإجابة تكون مين برأيكم؟ تايلور ده الأنسر الصحيح. لكن البيرت موديل بتاعه مرجع مين؟ مرجع جيرمي. طبعا انتوا عارفين الايكون ده بتاع بيرت، ماشي. فدي حتة غلسة جدا. برضو سؤال تاني اللي هو مش شايفه دلوقتي، يمكن السلايد صغير بقى ولا حاجه، بس في كان سؤال تاني كان واضح برضو قوي. يمكن في سلايد تانية اللي ورا، هنا في السلايد اللي ورا. فالمهم يعني ايه ان البيرت لارج موديل تريند اون سكواد للاسف مش بيفيل في بعض الاحيان بيوند اكيوريسي بيهيفير تيستينج اوف ان ال بي مودلز ويز تشيك ليست. البيبر دي كانت اظن واخده، بيقولوا يعني كانت واخده بيست بيبر في 2020 اس ال يعني. فالمقصود ان هو مش بيدور على الاكيوريسي بتاعت الاف ميجر والاكزاكت ماتش وكده، لا ده بيدور على types of questions، هل بيعرف يجاوبها كويس ولا لا. في مثلا الحته بتاعت الكور ريفرنس دي، ايوه دي كلها 100% فيلير. لو السؤال فيه كور ريفرنس يعني ما بيعرفش يجاوب. يعني خلينا نشوف دول، فيكتوريا اند اليكس ار فريندز، هير مام از ان ايجنت، هوز مام از ان ايجنت. انت سالت تقول انت بتقول هير مام از ان ايجنت، فاللي هتكون بنت فيهم هي إجابة السؤال. فعندك فيكتوريا وأليكس، مين في العادة بيكون بنت؟ فيكتوريا. ومين في العادة بيكون ولد؟ بيكون أليكس. فالإنترستنج دي whose mom is an agent، هو جاوب على أليكس، بس المفروض يقول فيكتوريا لأن فيكتوريا هي اللي لها هير. يعني في الجملة دي مين اللي لها هير؟ دي مسألة اسمها كور ريفرنس، إن هير دي عايدة على مين؟ على فيكتوريا، يبقى هير mom is an agent. كويس. يعني دي بعض الفيلير كيسز موجوده في ايه في ريدنج كومبرهنشن. نخش بقى للمرحله اللي بعدها اللي هي اخر 10 دقائق يعني في المحاضره بتاعه الكويستشن والانسر، وانت بتجاوب من ويكيبيديا كلها مش من باراجراف واحد، ده بيسموه اوبن وين كويستشن انسر. ده ديفرنت فروم ريدنج كومبرهنشن، وي دونت اسيوم ا جيفن باسج، وي اونلي هاف اكسس تو ا لارج كولكشن اوف دوكيومنتس زي ويكيبيديا، وي دونت نو وير ذا انسر از لوكيتد. ويكيبيديا فيها يعني documents كتير جدا. And the goal is to return the answer for any open domain question. Much more challenging and more practical problem. في العادة ال closed domain ما يعني بيتكلم على specific domain زي medicine or technical support or whatever. ال open domain بيكون more open و practical أكتر لكل الناس بتدور على إجابة أسئلة. فال paper بتاعتهم اللي هي retriever reader framework دي بتعمل إيه؟ بيروح يشوف ويكيبيديا موجودة عنده، يعمل عليها سيرش عادي جدا قديم بحاجة اسمها الـ Information Retrieval بحاجة اسمها TF-IDF، كلام عقيم جدا يعني، ويطلع بعد كده 100 document إن شاء الله الإجابة تكون موجودة فيه. وفي الـ 100 document دول يعمل بقى الجزء الثاني ما هو موضوع الـ Document Reader. يبقى أول حاجة الـ Document Retriever، وتاني حاجة الـ Document Reader. الـ Document Retriever ده Very Simple Baseline، قديم قوي قوي قوي، معتمد على حاجات من الـ Information Retriever. طب إيه الـ Framework بتاعك؟ معتمد إيه على الـ Retriever Reader؟ الانبوت بتاعك هو لارج كولكشن اوف دوكيومنتس، عندك دوكيومنتس من دي واحد لحد دي ان، وعندك كويستشن اسمه كيو وعايز ترجع الانسر سترينج. فالريتريفر يعمل ايه؟ جيفن الكويستشن يرجع 100 باراجرافس مثلا، والريدر
given the 100 paragraph والquestion يرجع الانسر. فكانه قسم الخطوه المرحله دي على خطوتين، الخطوه الاولانيه خطوه الريتريفنج والخطوه الثانيه خطوه الريدنج. الدي ار كيو اي بيبر بتاعت اللي هو تشين عملت ايه بقى البيبر دي؟ اتعلمت الريتريفر باستعمال حاجه قديمه جدا فيري فيكسد موديول وحاجه موجوده في السيرش انجنز من زمان اسمها تي اف اي دي اف انفورميشن ريتريفر. والريدر هو بقى ده الجزء اللي فيه نيورال ريدنج كومبريهنشن موديل ذات وي جاست ليرند لايك ان هو تريند على السكواد واي اذر داتا سيتس وبيحاول يتعلم منهم ويدور على الاجابه المناسبه. طب هو هنا الريتريفر ليه يتعمل بي تي اف اي دي اف؟ طب ما نعمله عادي بجوينت تريننج ونتعلم كمان نتعلم نجيب الموديل ده. طب المشكله بتاعته فين؟ ان الريتريفر ده هو حقيقي يعني هو فيري فيري فاست اللي هو القديم تي اف اي دي اف اكستريملي اكستريملي فاست وبيشتغل بتكنيك فيري فيري سيمبل وعن طريق اندكسنج وداتا ستراكشرز يعني سهله وخلاص بيرجع الاجابه في وقت قليل جدا اللي هو بيرجع الدوكيمنت. لو انت حاولت تعمل بقى بيرت لكل باراجراف موجود في الويكيبيديا عندك 21 مليون باراجراف موجودين في انجلش ويكيبيديا فده تو ماتش اوف ريسورسز تو بي كونسيدر وايل ان انت بتعمل ايه انك الاتش تكست باسج كان بي انكودد از فيكتور يوزنج بيرت اند ذا ريتريفر سكور كان بي ميجرد از ا دوت برودكت بتوين ذا كويشن برزنتيشن اند باسج بس ده بقى تو ماتش ايه اكسبنسيف يعني. الحاجه الثالثه وي كان ترين ريتريفر تو دنس باسج ريتريفر وي كان جاست ترين ذا ريتريفر يوزنج كويشن انسر بيرز ان انا هترين الريتريفر كمان مش بس بستعمل ان انا بحسب الامبيدنج بحسب باراجراف ريبرزنتيشن لا ده انا بترين كمان جيفن البيرز. طب وبعدين يقول لك ايه؟ يقول لك انا هجيب كويشن انسر بيرز دول منين؟ والله هاخد من اي حته يعني هاخد 1000 بيرز وده قليل قوي او 10000 بيرز او 20000 بيرز او 40000 بيرز يبقى كل اللي عليه ان هو فاين تيون بقى الكلام ده بحيث يجيب الترينبل ريتريفرز تجيب له احسن باسجز. و برضو ماشي البي 25 ده اشهر واهم واحد بيز لاين من اللارج من اللي هم الاي ار ريتريفال مودلز القدام الاي ار اللي هي انفورميشن ريتريفال. ماشي ده اكزامبل برضو هنا بيقول لك ايه هو تيلز هاري بوتر ذات هي از ا ويزرد ان ذا هاري بوتر سيريز فبيرجع ادي الدوكيومنتس اللي رجعت دي ريتريفد ودي ريتريفد برضو وبعد كده جاب عمل هايلايت لمين عمل هايلايت اللي هو ما اعرفش هاجرد الشخصيه في المسلسل. Recent work show that it is beneficial to generate answers instead of extract answers. دي حته بقى مهمه اللي احنا كنا بنقوله لحد من شويه صغيرين ان انا باكستراكت انسر ان انا بدور على الاجابه حرفيا جوه البروجرام. فبيقول لك في الريسنت وورك لقوا ان ممكن يكون في بعض الاحيان افضل بكتير ان انت تعمل ايه جينيريشن الاجابه بدل ما تعمل ايه اكستراكشن الاجابه. مثلا هنا وير ووز الان تورينج بورن؟ الان تورينج ووز ا بريتش كمبيوتر ساينتست بورد ان مايدا فيل لندن جينيريتيف. يقول لك هيطلع مايدا فيل لندن. طب ما هو دي شبه الاكستراكتيف بس ده جينيريتيف بيطلع الاجابه مش بيطلع يعني هو ايه الفرق بين انه يطلع الاجابه؟ الفرق انه طلع الاجابه انه عنده ديكودر بيقول له ادي اول توكن في الاجابه بعد كده يطلع التوكن الثاني بعد كده يطلع التوكن الثالث بعد كده يطلع الاند توكن يبقى كده خلص. غير لما اقول لك السبان من الكلمه الفلانيه للكلمه الفلانيه ده بيضمن لك ايه؟ انك ممكن في هذه الحاله تعرف تطلع الـ يعني لو هو قال ان هو بريتش وما قالش ان اتولد في انهي مقاطعه مثلا وانت بتساله هو بورن فين فالمفروض ان ده جود اناف انك تقول ان هو جريت بريتن مثلا بس جود انف بس هي مش موجوده في الايه كلمه يعني فاهم قصدي مش موجوده لو احنا مسحنا السطرين دول قلت له هو بورن فين فهو كلمه بريتش دي كانت كفايه ان انا اقول ان هو جاي من جريت بريتن مثلا صح. فده الفرق بين الجنريشن والاكستراكشن. اكستراكشن يعني الاجابه حرفيا موجوده هديه ستارت توكن واند توكن. الجنريشن انت بتطلع كلمه باي كلمه الاجابه لا هي الكلمه الفلانيه بعد كده كلمه فلانيه بعد كده يبقى الاجابه بتاعتي خلصت هنا. طب حظنا ان الاجابه اللي انت طلعتها دي موجوده الاكستراكشن والجنريشن طلعوا شبه بعض بس مش لازم الاكستراكشن يكون شبه الجنريشن. هو هنا عمل ايه الدي بي ار ده الدي بي ار ده اللي هو كان اسمه دنس باسج ريتريفال مع التي 5 ودي النتائج بتاعته على الناتشرال كويستشنز والتريفيا كيو اي
وفرق كبير ما بينه وبين الحاجات اللي فرق كبير جدا ما بينه وبين ريتريفر. وايه لازمه ان انا اقول له دور لي في ال 100 باراجراف دول بس اللي جايين من الريتريفر موديول؟ طب ما هو شايف كل حاجه في الدنيا، يعمل ايه؟ لا هات لي الاجابه على طول. ده اللي تي 5 ممكن يستعمله على طول هنا، بيقول لك ايه؟ انك بتروح تفاين تيون على التاسك بتاعتك على طول انك تبريدكت الاوتبوت، مش ان انت تروح تتعلم بقى تعمل ريتريفر. مفيش ريتريفر اصلا هنا، دو نيد تو اكسبلسيت ريتريفر، لانه شايف كل حاجه اصلا على قد ما يقدر. اللانجوج موديل الكبيره ابو بارامترز كتير قوي دوت. الحاجة التانية بقى اللي بيحاولوا يدوروا فيها ان هو بيرجعوا خطوة لورا قبل الديب ليرنينج، اللي هي بيقول لك ايه؟ maybe the reader is not needed as well. طب ازاي الريدر؟ ما هو الريدر ده اللي بيقول لك فين الاجابة، ازاي الريدر كمان مش محتاجينه؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك طب انا لو عملت فريز انكودنج لكل الفريزز الموجودة عندك وجيت سألت السؤال، خلاص كل اللي عليا ان انا جاست اعمل انكودنج مفيش حاجة تانية، وبعدين اعمل نيوست نيبر سيرش باستعمال الافيشنت داتا ستراكشر وخلاص، يبقى هيعمل على الموست سيميلر يعني باستعمال نيوست نيبر سيرش. فده في هذه الحاله هيبقى هيرجع ورا شويه. الحاجه الوحيده اللي استفادها من النيورال نتوركس هنا في ايه؟ هي حته الانكودنج، ان هو عمل ويكيبيديا يوزنج دنس فيكتور اند اونلي تو دو نيوست نيبر سيرش ويزاوت البيرت موديل ات انفيرنس تايم. طب ليه هو مش عايز يعمل بيرت موديل ات انفيرنس تايم؟ لان تو ماتش كوست. بيقول لك الموديل نفسه مور ذان 1 جيج هتحطه في الرام وبعد كده تقعد تعدي على كل الباراجرافات وتعمل ماتشنج والكلام ده كله. لا الاسهل لك ان انت تعمل ايه؟ تطلع لكل فريز امبيدنج وتستوره سام هاو في سيرتن داتا ستراكشر وتعمل فاست سيرش بالكويري بعد ما تجيب لها الانكودنج بتاعها بس. تمام، ده كده الموضوع بتاع المحاضره. اي ثينك ان انا اخدت اكتر من ساعه، يعني كان نفسي اخد اقل من ساعه بس شكلها كده اكتر. بس اظن برضو لسه عندنا وقت شويه لحد صلاه العصر، فخلينا نبدا نتكلم على البروجرس بتاعكم. حد عنده اسئله الاول؟ هل نوقف تسجيل ولا نكمل؟ نوقف تسجيل.